إذا كنت مسبوقا في الصلاة بركعة أو ركعتين، سواء كانت هذه الصلاة القراءة فيها سرية أو جهرية، كيف أتم الصلاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا سبقت لشيء من الصلاة بركعة أو ركعتين ثم دخلت مع الإمام إمامتي، فإن ما تدركه مع الإمام هو أول الصلاة، وما تقوم تقويه هو آخر الصلاة، فإنك إذا كنت تقوي ما سبقت به فإنك تعتبره آخر صلاة، تسر فيه بالقراءة إذا كان بعد التشهد الأول، وإن كان فيه إن سبقت بثلاث ركعات وأدركت ركعة من الرباعية فإنك تقوم بعد سلام الإمام وتأتي بركعة ثانية تعتبرها الركعة الثانية، تقرأ فيها بعد الفاتحة ثم تجلس بالتشهد الأول، ثم تقوم وتأتي بركعتين تقرأ فيهما الفاتحة فقط، ثم تجلس بالتشهد الأخير. الحاصل أن ما تدركه مع الإمام هو أول الصلاة، وما تقويه هو آخر الصلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما رواية فقو فيراد بها الإتمام، لأن القضاء يطلق ويراد به الإتمام، كما قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني أتم خلقهن سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.